لاهي ابو لاهي وين. كره من يوسف بلادي يبحث عن بغداد، بغداد تسديد جول. المقابله كانت مليحه ولكن كانت فيها يعني بعض الاخطاء حسب تقديري انايا، خاصه في التغييرات. انس باليلو كان بنجاح، زادوا شويه فرصه وزاد مع راس حربه واحد اخر، كنا قادرين نمركو البيت الثاني او على الاقل ما يمركوش علينا. انا اللي كنت نشوف فيه انه يخرج حتى في البريمير ميطون هو بن طالب، لانه كان تعبان ياسر والناس كامل شايفته باللي تعبان، وما فهمتش علاه قاعد لهذاك الوقت حتى نعطى بينالتي. اي جوار يكون تعبان تلقاه يكاسي، تلقاه يدير في المشاكل، تلقاه لانه تعبان مش قادر يلعب. وديجا راه رحموا الحكم انه ما عطالوش الطاقه الثانيه وكان يخرج بالروج. انا هكذا تبان لي باللي كان بن طالب المفروض يخرج في الشوط الاول، وبنجاح يبقى يزيد شويه ويزيد له راس حربه واحد اخر ثاني دعموا به، ونبقى نهاجموا الى اخر دقيقه. وكل واحد عنده راي، كل واحد يخلينا رايه في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في القناه، وربي يحفظكم ان شاء الله.